إذن بعد الاستماع إلى عندليب الأسمر موعود، ونحن موعدنا دائما وأبدا مع إطاراتنا الطبية والشبه الطبية في البرنامج الأسبوعي لمسة وفاة. ونذكر سادة المستمعين أوفياء زهرة الحياة، ضيفنا اللي هو جوهر الشفرة، وهو ممرض عام وناظر ناظر عام بالمستشفى ابن جزار في قسم الطب. نعود سي جوهر إلى المدرسة الابتدائية غربي القيروان. هاي سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا سيدي بعد ما حولنا للحومة جديدة، المدرسة اللي قريبة هي مدرسة غربي القيروان، مدرسة عريقة الحقيقة، مدرسة تقريبا من عام 34 منجزة. اي نعم، به هذه زاولت فيها التعليم من سنة خامسة ابتدائي لسنة سادسة. انا ذاك نثبت عليه كان المدير سي طاهر الحليوي. سي طاهر الحليوي رحمه الله، هذا سيدي شو نقول لك، وقار الحقيقة، وقار شاشية مجيدي وك جبة. وقت الامتحان متاع السيزيام، السيزيام كانت عنده قيمة، يخرج بك الكهرباء، يخرجها كان في المناسبات العظمى، تراكسيون قديمة كهرباء تراكسيون كهرباء كحلة ما نعرفش يعرفوها برشا عبيد، فهمتي ولا، يخرج يمشي يجيب النتائج من الإدارة الجهوية ويجي، فهمتي ولا، بك الجبة وكذا. وكان الاحترام معناته كل شيء، وكان هو الحقيقة معلمين على مستوى تعليم أكاديمي بالقدي بالقدي، وكثتهم زيتونيين، يعطيك الصحة، زيتونيين ومتكونين على قاعدة. إيوا، وكانت تلامذة معناتها شكون التلميذ اللي ما فماش عشنا، فهمتني ولا، ما فماش إذا تطاول ولا واحد وكل شيء، بالعكس احترام، احترام متبادل. وحتى العنف اللي يحكيوا عليه مش عنف، معناتها التلميذ ما يتجراش باش يجي الوالد ويقول له راه ضربني المعلم، إذا ضرب المعلم زيد ياكل تريحة في الدار، خاطر هو اللي مذنب مش المعلم. ايوا، نذكر بعض المعلمين اللي الحقيقه رسخوا في الذاكره، خاطر ناس فهمتي ولا خدمته وتعبت والله العظيم، والذاكره ما تنحاتش الحقيقه، اللي هما نذكر السيد الجوادي. ايوا، نذكر مدام الصفار، هذه زاده فرنسويه تقريبا، نذكر السي الحربي، اي، وعندنا سي محمد الشعباني، رجل طيب ياسر زاده، سي محمد الشعباني، سي محمد الشعباني من برشا زاده من المنبر هذا، سي محمد سالم الشعباني، محمد سالم، اي، نوجه له تحيه، وربي يطول في عمرك، وربي يشفيك، وربي يعافيك، وتبقى عم سالم مناره علميه، وتبقى مرجع للمربين الافاضل. ايوا، هذا الحقيقه ناس معناتها، سي محمد عمار نثبت عليه، فهمتني ولا، زاده وبرشا العديد منهم، اما انا توا بحكم اللي قريت سنوات معناها مش يقريوك زوز ثلاثه معلمين، اكثر زوز ثلاثه معلمين الموجودين وقتها، اما اللي نثبت عليهم وكهو ان شاء الله ما يسامحوني اللي واحده، ما تبقينا اللي نثبت عليهم ورسخوا في الذاكره. ايوا، خمسه وسادسه، الخامسه والسادسه. ايوا، السنه السادسه قعدت فيها عامين، معناها ما نجحتش بالعام الاولاني، خاطر ما كثرت كيما ابن بطوطه، محول من بلاصه لبلاصه وقعد فيها، مش معناتها معناها فوق المتوسط، مانيش حاجه واحد، ما هكا التحويل ومن بلاصه لبلاصه معناها ياثر على يفقد التركيز، هذا يفقد التركيز، ولا الحصيل نجحت على العام الثاني تقريبا. اما سمعت اللي انت كنت رياضي زاده ممتاز بالنسبه للرياضه، يعطيك الصحه، اللي نثبت عليهم توا ثم سيجرات هذا، وفما سي ميليت هذا، وقعت لي معاه نادره ولا صغير، هذا معلم تاع رياضه، هذا معلم تاع رياضه سي ميليت، يعرفوه برشا ناس وكل شيء، كان هذا يستقطب الملاعبيه وقتها ايكول ويقعدوا عنده، وفما من ثم يهزهم الشبيب، الاحتراف للشبيبه الاكثر، عاد عنده مجموعه اللي هما مو كنا نلعبوا الرياضه نحن سنوات، مثلا الخامسه تلقى مع السادسه، ولا سنه خامسه مع الرابعه، انا وقتها سنه رابعه دخلت اول حصه نتاع رياضه عند سيميليت، ومعاه لادجوام زوز، هما يبداو مع بعضهم ديما زوز، ودو كلاس يقسموا مع بعضهم، الحصيلو اول حصه، وتعرف اللي ما نعرفش التلامذه وما نعرفش كذا، وديما يحبوا معناتها يكتشفوا المهارات، يعطيك الصح، اول حصه مازلنا ربنا معليك، قال الراجل وين نلعبوا الرياضه، نلعبوا في الساحه الثانيه، هم يقولوا لها هي المدرسه، مدرسه غربي القيروان، وثم مدرسه اخرى وراها، ايوا، اللي هم يسميوها توا تسمى نعرفش شو ولات،
يسميوها الساحه الثانيه يمكن القدوم الكل يعرفوها. هاي تخنى سيدي بداوا لعبوا في بعضهم. جاء عيط لي قال لي شفره مول اللقب قبل ما يمشيوش بالاسم فلان يعاود ديما اللقب. ايوا قال لي باش تشوت البيلانتي بلوقته هو حط جول شاتو جماعة بيلانتيات جاني هنا قال لي بتشوف بيلانتي وخرت قدمت نشوت الكرة فهمتي ولا فعوض نحطها في الواحد في الكاج في الكاج مش هون كادري تقريب تمشي 3 ولا 3 متر وخمسين بعيدة على كل شيء. غزرت لفت لي قال لي لا عودها وقت لي قال لي عودها شوف الصغير معناتها كيفاش انتابني نوع من الشجاعة والثقة بالنفس عودت خذيت الكرة برغم اللي وقتها الحارس ممتاز حطيت الكرة جيت نقدم قدمت عملت له معناها لقطة فنية لقطة فنية كوتشيكي قلبت درت كوتشيكي كوتشيكي شوت الكرة اللي الجول قعد فيكسي ويقف ودخلت له الكرة من ثم ولا يشارك فيا في الحقيقة مع الكلام ذا الاخرين في المباريات اللي في بعضهم خاطر مش الكلام ذا الكل انتر كلاس انتر كلاس ثم اللي بصحته ثم اللي كذا ولا يشارك فيه مع المجموعة الممتازة نتاعو. لعبنا ماتش سيدي مع المجموعة الممتازة متاعو عنده زوز أدفيرسير اللي هم يترنيو في الشبيب منهم اسمه يذكر بالخير اللي هو المعلول فتحي أكبر فتحي. مني هو من السنة اللي بعدها سويد فتحي السويد اللي هو معروف هو بيتفكر هيش ما جيب لي مرة تصوير اللي عمل الحقيقة قديمة ياسر كنا نلعب وانتر كلاس بين المدارس مبارزات بين المدارس ايوه تنافس عاد لعبنا كنترنا بعضنا فعنده زوز اولاد اخرين معناتها هما عندهم المهاره الفنيه والكل وقت اللي جاتني الكره عديتها لهم بذكاء معناها الامور كل كره كل في الراس ماهيش في الساقين عديت كره بيناتهم الزوز وخرجت منهم تلفت عاد السي ميلاد لصاحبه وقال له قلت لك شي معناتها كان هو يراقب تخاطروا انا ومعناها يقول معناها يعرف يلعب ولا ما يعرفش يلعب فهمت هذه النوادر اللي وقعت والوالد وقتها ما كانش يحبذ بالطبع يقول لك القرايه ابجل من اللعب وكل اما نتصور كان الوالد وافق راك لعبت في الشبيبه ممكن راك لعبت ما تعرفش تواصل ما تواصلش الله اعلم بقينا قعدنا في الرياضه نحبوها الحقيقه الرياضه ديما كانت هي الوزير مش كي توا بورتابلوات وتلافز ياسر وكذا كانت الوزير نتاعنا هي الرياضه ايوه كيس سوا في الحومة أو خاصة في البطاحي نسيت البطاحي سي اللي كان سي جوهر راهي قروان معروفة الملاعبية نتاع الشبيبة كل منين تكونوا منين طلعوا من البطاحي طلعوا من البطاحي البطاحي هذيك كانت تخرج الملاعبية كبار برشا اللي نثبت عليه توا أنا أيوة. اللي خلطت عليهم البطاحي هما توا ناس قبلي أنا معناتها في السبعينات والستينات ولكن نثبت البطاحي ولعبت فيهم أنا ديجا حتى وقت اللي كنا نقراو في المدرسة نتاع الصحة تو بعد نجيوها كنا نلعب في البتاحي ما كانتش انت ولا بعد في حي شباب ايوه البتاحي كانت موجوده عندك حومه الجامع عندهم بطحه نتاعها سيدي عبد القادر هذيك سيدي عبد القادر والسيوري والسيوري في الغسالة عندهم البطحه هذيك أيوة. وعندك بطحه السيوري نعم بالنسبه للحومه نتاعنا الثانيه جديده هي جبنت كوستا اي نعم جبنت كوستا البطحه خرجت خميس لعبيدي وخرجت برشا ملاعبيه نعم برشا ملاعبيه يلعب في الشباب هذيك وعندك الطفالة وحدها إيوة. وما تنساش احنا في حومتنا كانت عنا العدادية وين كانت وين توا الليسي الحصري إيوة. من تالي في القفاء ويناك الميكانسيانات هذيك كانت تسمى العدادية هذيك كانت بطحة متاع كورة وكان فيها جمهور كبير زادا وكانوا جمهور برشا جمهور برشا بطح كانت إيوة. هذيك كانت خارج الملاعبية فهمتي ولا من غادي الملاعبي تلقاها أول حاجة البنية متاعو تسمح وزيدك لحفر والواحد هذوك ما يساعدوه على الفنيات ايوا مش كي توا ساهل هاو غازون هاو درا شنو فهمتني حسيرو اذا بعد حصلنا على السيزيام بعد السيزيام هذا تقريبا عام 80 هذا خذ سيزيام عام 80 تقريبا عام 80 ما ثبتش 80 81 80 تقريبا ايوا مباشره المعهد الفني بالمنصوره قبل كان يسمى ما كانش سمع ما كانش معهد عقبة بن نافع هو كان المعهد الفني بالمنصورة المعهد الفني فيه البياتة وفيه الليسي تكنيك اللي يقراه 6 سنين ايوا ليسي كبير برشا معناته فهمتني ولا وخرج هذا اجيال كبيره برشا راه كان كبير برشا الليسي وفيه تيرانات نتاع رياضه فيه الباسكيت فيه الهوند فيه الفولي فيه الفوت في تيران مخصص للفوت وتيران اخر ارتب فيه وفيه بتح مقابل الليسي
وكان هذوما في اوقات الفراغ في اللي زرك روقته يمشيوا يلعبوا فيها. ما هاد كبير برشا فهمتي ولا. وكانوا فيها اساتذه باين كيما سي موسى الجمالي وسي عباد العلويني. هذوما تو نذكروهم مش نذكروهم. وسي الامين الطرابلسي هاك ولا. ها مش ايوه مش نبداو هذه تو وقت وانتم تقراوا. انا ذاك المدير كان هو قبله كان مدير صفاقسي امانه اللي خلط عليه هو سي حمادي الجوادي مازال كيشد. سي محمد الجوادي. هاي معروف حمادي نعم. اي امام اسم سي محمد ايوه. اي سي محمد الجوادي. ايوه. هو المدير. نذكر الأساتذة معناتها فهمتي ولا لا اللي نثبت عليهم معناتها برشا أساتذة هما توا معناتها العديد من الأساتذة تبقينا. نذكر السي طارق البراق تاريخ والجغرافيا. ايوا هذا السي طارق البراق وقت اللي توا مش كي توا الدنيا معناتها كي تكتب نص معناتها تاريخي راهو فيه مقدمة وفيه جوهر الموضوع وفيه خاتمة معناها فيه بروسيدير كيفاش تخدمه. ايوه كيف تيخو عنده 11 ونص حاجه ممتازه توا نقولوا 14 و15 انا وقتها من الفوق المتوسط تيخو عنده 11 ونص بالرغم اللي يقولوا صعيب هو وكل استاذ صعيب هذاك اللي طلع الحد البي. ايوه نذكروا مثلا مدام ديواني في الفرنساويه وخاصه مركز على الرياضه خدت التعليم ليا تعدينا اوقات كبيره ياسر معهم هما سيلوت في العربي. ايوه كان مونيتور نتاع سبور. تحية سيلوت في العربي. تحية سيلوت في ربي فضله فهمتي ربي يطول في عمره. ايه السي عبادة العلويني. ايه نعم السي بدرة باسكيت عبد الكريم. السي عبد الكريم بدرة. ايه نعم السي جمالي كان تتبع ليه اختصاص فوت. السي مصطفى الجمالي. السي مصطفى يعطيك الصح ربي يطول في عمره. ايه ربي يطول في عمره اختصاص ايه. فوت هذاك فوت قدم فهمتي الكل ذوما معناتها فهمتي ولا اجيال واجيال أجيال فهمتني وخرجوا أجيال معناتها كل شيء ويخدموا بنصيحة وما فماش ما عندهمش تفرقة بين تلميذ هذا وهذا الحقيقة حتى بين بيات ولا مش بيات وإلا كذا الحقيقة ما فماش تفرقة. أنا نثبت على وقتها ناظر العام سي يوه تفكرتوا سي بو عبيد سي بن عبيد بن عبيد يعطيك الصح. أيوه. سي بن عبيد. أيوه. وقتها هو الناظر العام. أيوه. كان يقف في الباب والتوقيت وكل شيء وكله باير وذاك هو, هو احمد بن عبيد سي احمد بن عبيد سي احمد بن عبيد أي أي. الله يرحمه الله يرحمه وينعمه. ايوه فهمتني ولا هذا هو. قلنا وصلنا حتىش سنه سادسه ثانوي. أيوة. كملنا سنه سادسه صعود لسنه سابعه. وقت الشعبه نتاعك شنو هي سي وقت الشعبه نتاعي انا لتر اداب اداب شعبة أداب فوق المتوسط راه مش متوسط معناها فوق المتوسط. نلقى إعلان في الجريدة عام 86 في جريدة الصباح امتحان ذي بالمناظرة لمدرسة الصحة بالقيروان. أين اللفتة هذه فهمتي ولا لا خذيت فيها موقف نقرأ توا أنا وكور دولا لين يقولوا نحن ايوا جايبك باش تعمل امتحان وانت معناتها تقرا وكذا. رسخت في بالي علاش رسخت في بالي ثم معناها معطيات هي اللي اعطتها لي اخواتي وقتها في الجامعه انا ذاك كلهم يقراوا في الجامعه في تونس في راس الطابية شيء وشيء في كذا جمعه جمعتين هم مروحين مفجوعين فليجاتك الاضرابات اللي واقعه فهمتي ولا في الفتره هذيك في الثمانينات برشا اضرابات وينقطعوا عن الدراسه لمده 15 يوم لمده جمعه ويرجعوا مفجوعين وضرب ومضروب فك التاريخ هذاك فهمتني ولا لا. حزت في نفسي قلت انا مش نكمل المستقبل فهمتني ولا لا وانا نحب الحقيقه نميح الامور الصحيه ومعاونه البشر الحقيقه من اولى كيك ثم حنيه خاصه ما نعرفش حسيت مقتنع بالحكايه هذه. شاورت الوالد قلت نحب نعمل قال لي اقرا على روحك انت ما تقص واحد وقتاش الكونكور قلت نهار فلان فلاني قال لي برا توكل على الله. مشيت عديت الكونكور عام 86 بعد مدة جاوبونا فهمتي ولا نجحت في الامتحان. كي نجحت في الامتحان مشيت للوالد قلت له راني نجحت وقال لي توا انت نجحت مش تقص على القراية نتاعك انت مقتنع باش تمشي لل قلت له والله مقتنع وكذا هو بيني وبينك حبي يطمن حتى على المستقبل صحيح الاخرين اللي في الجامعه قريب يتخرجوا انت مثلا مستقبلك مش كمل الباك مش كمل تقرا كيما هو تعب ياسر فهمتني ولا فيهم الحقيقه ومصاريف والكل. قال لي كان مقتنع هو خيرني الحقيقه عليه رحمه الله
قلت له انا راه مقتنع باش نمشي. هيا مشى معايا، مشينا الليسي، مشينا طلعنا للإدارة اول مره. 6 سنوات ونايف معناتها ولا لا نقرا في الليسي، عمره ما جا الليسي ويعرف عنده علاقه كبيره ياسر بسي محمد الجواتي. كي طلع للبيرو راه سي محمد فهمتي ولا من الباب خرج له يجري. السي بشير قالوا اش بيك؟ قالوا راه ولدي فيه وفيه. دخلوا البيرو، دخلنا البيرو كل شيء، قالوا هذا ولدك؟ قالوا قالوا تو 6 سنين يقرا لهنا وما تجينيش عليه. قالوا لا ماك تعرف معناه باش نوريك عندي ولادي منضبطي. هو هذا هو هو بيد الوالد منضبط. اي لا هو ولد الوالد نتاعك ياك ولد منضبطي عايش سال هو قال عند 6 سنين لا لا منضبط بنتاج وكل واحد كل شيء. حصيله مشى جاب الدوسي، قالوا له الوليد راهو وش نقول لك كم راهو ينجح خاطر المعدل خاطر في الليتر 11 ونص حاجه باهيه فهمني حتى ال 12 ماهيش حاجه طايحه. قال له راهو ينجح وعلاش يقص كل شيء؟ قال له هو اختياره كل شيء. الحصيل اللي نثبت عليه ولتو عندي الشهاده نتاعو، قال حط في الوحده انقطاع اختياري عن الدراسه مع حسن السينه والسلوك. هذه في الملاحظه نتاعو لتو موجوده مصحه في الشهاده المدرسيه اللي باش نهزها لمدرسه الصحه. ومن غادي فهمتي ولات تو توجهنا نكملوا مدرسة الصحة. مدرسة الصحة. إيوا. مدرسة الصحة عام 86. المدير أنا ذاك علي رحمة الله وتوفى تو عنده سنوات سي قسومة المجبري. علي رحمة الله. علي رحمة الله توفى. هو سي قسومة عليه والله الحقيقة بصراحة يجمع بين التكنيك تتعلم من عنده. بين التكنيك وتسيير الإدارة. ثم فرق بين إداري وتقني وفني خاطر هو الأصل نتاعو عنده ديبلوم أبارامون ديبلوم فرنسي. معناتها من ثم معناتها وقعت التسلسل نتاعو كانوا معناتها يجمع بين الإدارة والتقنية. إيوا. وكان يقرينا معناتها ولا يقرينا في أنواع معينة وقت السنة الثانية خاصة يقرينا. عندنا سي محمد ديواني ربي يذكره بالخير ذاك كيف سي محمد النفزاوي سي حمود السفار لا يرحمه زاد هذو ما قرينا عندهم سي طاهر زريق عليه رحمه الله زاد هذا يقري لي جيان طاهر زريق قديم ياسر وكان قبل تقريب دي سيرفيون تاع المستوصفات وعندنا مدام جنينه الزرقاء زاد بنت بايكساس زاد ممتازه مشات للخليج عادي بها من عرش توا ايوا هذو ما قرينا عندهم. بالنسبة للأطباء نذكر اللي قرينا عندهم فهمتي ولا سي محمد الورتاني الاختصاص السكري وكل فهمتي ولا وسي فتحي غديرة قلب وبرشا هما الحقيقة ما نجمش نذكرهم ثم كانوا حتى برشا مش من القيروان. إيوا قراو في المدرسة فهمتي ولا وعاونونا ياسر قرينا وقتها كانت مدرسة الصحة تقري عامين سنة أولى وسنة ثانية معناها بروغرام بروغريسي معناتها بروغرام مختصر فورماسيون معناها تريز أكسيليري. إيوا. والتعب راهو بالنسبة للي يقرأ التعب وخاطر فيها الدوبيل تو ما يقراش معايا ثم شكون دوبل في سنة أولى ما ينجحش إذا ما يقراش صعيبة باش تكمل الموديول الكل وتقرأ والكل معناتها فهمتي ولا تحب لك عزيمة كبيرة وإصرار كبير وإصرار وتحديات كبيرة برشا وأنت تحديت الإصرار تحديت الإصرار تحديت الإصرار وقرينا الحقيقة وكنت منضبط منولي خاطر علاش تحب الخدمة ذي كما جيش نحبها نكون نجم نكون معناتها ما نهتمش بها بالكل. إيوا قريت والامتحان كان عام 1988 هذا ديبلوم في التمريض ومن حسن الحظ معناها ومن الصدف هو الحقيقة كونوا الامتحان هذا لأول مرة يقع في القيروان. كان قبل يقع في سوس طول عمرهم في سوس. أيوة. ديما لي بسوس هذه عام 88 اي كجروب بي وقتها دو كلاس وعملوه فهمتي ولا ما في القيروان مع التنسيق مع المهدية ولا شنو اما اللي يحسوا بطبيعة الحال اجانب مش من هنا. أيوة. اجنبيين معناتها على القيروان بس كان الامتحان الكتابي في المدرسة ثم الشفاء لا تطبيقي هو التطبيقي التطبيقي بالقرعة أنا مثلا
القرعة جات في قسم الجراحة اللي هي القبة انت تفت عليها القبة قسم العواني قبل نتاع الجراحة قبل القبة ذيك ايوه تحت منها الكاف قسم الجراحة. الحقيقة نجحت في الدبلوم. بعد ما نجحت في الدبلوم نجحت بامتياز. نجحت من بين الأوائل. الأوائل هذه هو. امتياز تنجم تكون الأول والثاني تقريبا الخامس ولا السادس ما حكيت هكا. أما تسمى ممتاز. قعدت غادي مو ثمران. ترتيب. حسب الترتيب وكل. ثم الحقيقة تدخلات دون لو طون ربي يهديهم الناس وكل شيء. تبقينا في الاخر بكل قعدت سنتين يخصوا شويه معناها ابتلع تستنى في يعيطوا لك تستنى في الريكروتمون هنا نوصلوا لنجاح الريكروتمون عام 1990 ايوا بعد عامين تقريبا 1990 هذا باش ندخلوا للمرحله الاولى الحياه العمليه الحياه العمليه اللي هي في المستشفى المحلي ببوحجله. وقبل ما ندخلوا المستشفى المحلي ببوحجله اليوم انا اللي بطبيعه الحال بعد المراوحه الفنيه باش سي اي ايمن ليغا مش يعطينا اللي هو الفنان صدق ثريا تعديت على جنين الدارك وانت من اختيارك هذه هك ولا سي تعديت على جنين الدارك صدق ثريا اذا ايمن ليغا يحضر لنا الغنيه هذه تعديت على جنين الدارك المطرب القيرواني هو صدق ثريا